لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيضا كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كلنا سيموت يوما ما، طالت به الحياة أم قصرت، سنموت وندفن في التراب ونبعث يوم الحساب، سنسأل يوم القيامة، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، راجعون إلى الله وموقوفون بين يدي الله ومحاسبون. سيحاسبنا الله ويسألنا عن الحركات والسكنات والكلمات والأوقات، المواقف التي تمر بنا والأحداث التي نعيشها، نشارك فيها، نتابعها، نتكلم فيها. سنسأل عن كل شيء، عن الكلام والخطوات والحركات والسكنات، سنسأل عن النوايا، هل كانت لله أم لغير الله، الأعمال التي عملناها في هذه الحياة الدنيا هل كانت لله، خالصة لله، ابتغاء وجه الله، ابتغاء مرضات الله، أم كانت لعرض من أعراض الدنيا، مغانم أو مكاسب أو شهرة أو جاه أو مديح أو ثناء.
ماذا أردنا بأعمالنا؟ ماذا كنا نريد؟ النوايا، النيات، والمقاصد والإرادات. إن كانت لله فزنا، وإن كانت النوايا لغير الله حبط العمل وضاع على صاحبه في كل المواقف، سواء المواقف العامة أو المواقف الخاصة. ما هي نيتك؟ ماذا انتويت؟ هل كنت تريد منزلة بين الناس؟ أو مكانة؟ أو مديح؟ أو شكر؟ أو ثناء؟ أو مال؟ أو جاه؟ أو رفعة؟ أو علو؟ أو ذكر؟ ماذا كنت تريد بالضبط؟ نيتك. دخل رجل اسمه شفي بن ماتع الأصبحي، هو من التابعين، مختلف في صحبته، اعتمر في الجاهلية ثم أسلم بعد ذلك. شفي بن ماتع الأصبحي يحكي عن نفسه يقول: دخلت المدينة فإذا رجل جالس اجتمع الناس عليه وهو يحدثهم، يتكلم معهم، قلت: من هذا؟ قالوا: أبو هريرة. ما شاء الله، وصل المدينة، دخل المدينة، إذا هو بأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه جالسا يحدث الناس بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شفي بن ماتع: فدنوت منه حتى جلست بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلى قلت: أنشدك بحق كذا وحق كذا، بحق وحق، إلا ما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. الناس انفضوا، فضل أنا وأنت، حدثني بقى لوحدي حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وفهمه كويس جدا وعلمته وحفظه كويس جدا. قال أبو هريرة: نعم، لأحدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. قال شفي: فنشغ أبو هريرة نشغة ثم مكث قليلا ثم أفاق. النشغة يعني شهقة، شهقة صوت قد تؤدي إلى الغيبوبة أو الإغماء. اللي بيغمى عليه أحيانا يطلع صوت كأنه حيشرق، مثلا كأنه حيشرق، يطلع صوت نفس عالي ويغمى عليه. أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه نشغ نشغة كاد أن يغمى عليه وأن يغشى عليه ثم أفاق. قال: نعم، لأحدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت المسجد، ليس فيه غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة ثانية فمكث كذلك يعني قليلا ثم أفاق. قال: نعم، لأحدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلت وعلمت. ثم نشغ نشغة ثالثة، اسمع، ثم مال خارا على وجهه فأسندته طويلا. خلاص أغمى عليه. في المرة الثالثة مال أبو هريرة خارا على وجهه، قال: فأسندته طويلا، مغمى عليه، أغشي على أبي هريرة. ثم أفاق ومسح وجهه وقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت قال: إن الله تعالى إذا كان يوم القيامة
ينزل إلى عباده ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به ثلاثة. إذا كان يوم القيامة ينزل الله إلى عباده ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، كل الأمم حاضرة شاهدة، فأول من يدعو بهم ثلاثة: قارئ وشهيد وغني. أول من يدعو بهم سبحانه، فيقول للقارئ. الحديث في صحيح مسلم، ولكن هذه الرواية التي أقولها عند الترمذي. فيقول الله للقارئ: قارئ القرآن، حافظ القرآن، وعالم من العلماء، وفقيه من الفقهاء، يقول الله له: ألم أعلمك ما أوحيت به إلى رسولي؟ ألم أعلمك ما أنزلته على رسولي؟ فيقول: بلى، أي رب. فيقول الله له: ماذا عملت فيه؟ فيقول: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار، بحفظ الناس ليل ونهار، بيقرأ القرآن ليل ونهار، بيعلم الناس ليل ونهار، كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. يقول الله له: بل قرأت ليقال فلان قارئ، ده متقن، ده شيخ المقارئ مثلا، هذا مجود، هذا عالم، هذا فقيه، بل قرأت ليقال قارئ وقد قيل. والناس قالوا عليك، مدحوك، وأثنوا عليك، وخدت شهرة، والناس كلها تكلمت عنك، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار، ويدعى بالمتصدق الغني. فيقول الله له: ألم أعطيك من كل المال حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ يقول: بلى يا رب. فيقول الله له: ماذا عملت؟ يقول: وصلت الرحم وتصدقت وأنفقت. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. يقول الله له: بل تصدقت ليقال فلان جواد، محسن كبير، على نفقة المحسن الكبير فلان الفلاني، أعمال البر والمشاريع الخيرية فلان الفلاني. وقد قيل: بل تصدقت ليقال فلان جواد وقد قيل. كتبوا عنك المحسن الكبير، وطبعوا اسمك على المطبوعات وعلى اليافطات: المحسن الكبير، أنشئ على نفقة المحسن الكبير فلان الفلان وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار، ثم يدعى بالشهيد. فيقول الله له: في ماذا قتلت؟ يقول: يا ربي، أمرت بالجهاد في سبيل الله فقتلت في سبيلك. الجهاد كان فرض عين في زمني، اتأمرت بالجهاد، خرجت للجهاد، قتلت في الحرب والقتال. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. يقول الله له: بل قاتلت ليقال فلان جريء وقد قيل. قالوا عنك، اتكتب اسمك في قائمة الشرف، خدت نيشان، اسمك خد نيشان او خد وسام الشرف، وكتب في عداد الشهداء قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. قال أبو هريرة، لسه أبو هريرة بيحكي: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة
أول خلق تسعر بهم النار. أول الخلق يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق تسعر بهم النار. قارئ حافظ متقن مع القراءات ومع العلوم ومع المتون ومع قارئ، إلا أهلكهم الثلاثة اللي ضيعهم. ده واحد قارئ، ده بقى لازم يكون مخلص. ده أكتر واحد لازم القرآن يأثر فيه يبقى مخلص. للأسف ما كانش مخلص. والشهيد ده واحد راح يحارب هيقتل هيموت، وفعلا مات في الحرب والقتال والمنفق. اللي ضيع الثلاثة اللي ضيعهم حب الدنيا، الدنيا بالذات حب الشهرة. الشهرة الشهرة عالم الشهرة والنجومية. القارئ الأولاني كان حفظ القرآن وكان يقوم به آناء الليل والنهار، بس مش لوجه الله، إنما لمجد شخصي، علشان نفسه، علشان ذاته، علشان يحقق هدف في حياته. إيه الهدف؟ إن يبقى نجم، يتكتب اسمه في الجرائد مثلا، أو يتقال في الإذاعة والتلفزيون أو القنوات، أو في عالم المطبوعات والمؤلفات. ده تعب نفسه ليل ونهار وجهد وتعب وطلاب علم ويمكن سفريات هنا وهناك، بس نيته من جوه مش لله، نيته لنفسه، بيبني مجد لنفسه، كأنه بيحب الشهرة، اتربى على حب الشهرة، معرفش يوصلها ازاي، فاستغل القرآن علشان يوصل للشهرة عن طريق القرآن. برضو بقى فيها مع عالم المشاهير، بقى مع عالم النجوم، يشار إليه بالبنان، اسمه على كل لسان، وخد المنزلة فعلا. ربنا يقول له بل قرأت ليقال فلان قارئ، وقد قيل واتقال عليك شيخ كبير، شيخ المقارئ مثلا. أنا لا أعني إنسان بعينه، والله ليس في ذهني إنسان أبدا، لا فلان ولا علم إطلاقا، ليس في ذهني أسماء محددة، إنما الكلام عام. فلان عايز يبقى شيخ عموم أو شيخ مقارئ، أو عايز يبقى عالم، أو له مؤلفات ويتكتب اسمه في عالم التأليف وعالم الكتب وعالم العلم والقراء والقرآن، ويبقى هنا وهناك ويبقى قدام الناس، عالم الشهرة، عالم النجومية. ده طالب دنيا، ده عايز الشهرة، عايز الأضواء، عايز النجومية، ووصل حقق اللي هو حلمه أمنيته حققها، والناس اتكلموا عنه كتير، ومات حقق في الدنيا، خد صيت وشهرة ومكانة عالمية ربما، ومات يوم القيامة خسران، نيته ما كانتش لله، كانت لنفسه. خلي بالك جوه نفسك في صنم كبير، نفسك صنم، أول صنم تكسره نفسك، هواك أنت ذاتك، لأن ممكن واحد يعمل لنفسه مش لله، بيعبد نفسه أكتر من عبادة الله. استغفر الله. ده القارئ عمل كده. طب والقرآن؟ ده انت ليل ونهار بتقراه وبتقريه، ما كانش لله، ما كانش لله، وإنما ليقال فلان قارئ يقول الله لو كذبت، لأن الله مطلع على النوايا، يعلم السر وأخفى، يعلم السرائر والضمائر سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء. يقول لهذا العالم كبير مشهور جدا، شوف الفضيحة، وكل الأمم جاثمة قدام كل الأمم، في ناس ربنا هيسترها
ما يفضحهاش قدام الأمم. لا ده واحد ربنا هيدعو به أول الحساب، ويسأله ويؤمر به على وجهه فيلقى في النار. الثاني المتصدق المحسن الكبير فلان الفلاني صاحب المشاريع الخيرية وأعمال البر، يمكن في كل حتة عمل أعمال بر لا أريد أن أسمي، دي موائد رحمن مثلا، ودول يتامى بياخدوا منه شهريات، ودول أرامل، ودول مساكين، ودول فقراء، ودي دار أيتام، ودي مستشفى للأورام، ودي مستشفى لعلاج كذا، كله أبواب البر والخير كلها محسن كبير، بس كان نيته مش لله، مش صافية، مش خالصة، إنما لنفسه. ليه عمل كده؟ عايز شهرة، عايز نجومية، عايز منزلة عند الناس، الناس يقولوا عليه محسن كبير، منفق كبير، فلان كريم، فلان جواد أو جواد، فلان كذا فلان كذا. وقد قيل، والناس قالوا، اتكتبت اسمه على أبواب المشاريع الخيرية، فلان الفلاني تحت نفقة فلان الفلاني، المحسن الكبير فلان، قد قيل وخد نصيبه، والناس اتكلموا عنه وخد شهرة وخد نجومية واتكلموا عنه وذاع صيته وكتب اسمه، ومات يوم القيامة خسران. أمال المصاريف دي كلها، الأموال الطائلة التي أنفقها لا تغني عنه شيئا، راحت خلاص. طب اليتامى دول ما يجوا يشفعوا له يوم القيامة؟ المساكين اللي خدوا مرتبات، المرضى اللي تعالجوا على حسابه، الأرامل، أبواب البر والخير، الناس اللي انتفعوا بيها، ما يجي يشفعوا له؟ تنفع الشفاعة في كل حاجة إلا الشرك، لأن ده شرك، ده رياء، ده العمل لغير الله، ليس فيه شفاعة، ليس فيه حيلة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي حاجة إلا الشرك ممكن، الشرك ربنا ما يغفروش أبدا، ضع منه كل حاجة، حقها في الدنيا وفي الآخرة راح. النيات ربنا هيسألنا عن النوايا، عن المقاصد، عن الإرادات. إنت نيتك كانت إيه؟ والشهيد قتل في سبيل الله، قتل في الحرب، في القتال، في الساحة، وربنا يسأله في ماذا قتلت؟ يقول أمرت بالجهاد في سبيلك، فقاتلت حتى قتلت، يعني في سبيلك. فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت. الملائكة تعرف منين؟ ربنا ادها القدرة، بتعرف العمل ده لله أو لغير الله. حتى ربما بعض الأعمال لا تعرفها الملائكة بالضبط، يعرفها الله وحده، لا يخفى عليه شيء. فيقول لصاحب العمل ده كذبت، وتقول الملائكة كذبت، يقول الله لو بل قاتلت ليقال فلان جريء، بطل، البطل فلان الفلاني، هو كان عايز اسمه يبقى في سجل البطولات، الناس يتكلموا عنه فلان الفلاني بطل من الأبطال، قائد من القوات، عايز شهرة، عايز اسمه يتقال، عايز منزلة عالية، عايز علو على الناس، عايز يبقى فوق في عالم النجوم وعالم الأضواء، ووصل. الله أعلم ده هو صغير كان بيحب عالم الشهرة، عالم النجوم، وقرأ عالم الشهرة. نفسك تبقى زي مين؟ زي فلان، ملء السمع والبصر، عنده حب الشهرة، حب النجومية والأضواء، عايز يبقى كبير عالي، مش زي بقية الناس.
وما عرفش يوصل زي فلان الفلاني، هيوصل بحاجة تانية. لو عنده مال هيوصل برضه للشهرة، لو عنده علم شرع هيوصل بيه للشهرة، لو في مجال للقتال هيروح عشان المهم يبقى من الناس المشاهير. اسم كبير، اسم كبير، وقد قيل حقق امنيته، واسمه بعد منه خد نيشان وخد وسام وخد معاش الشهداء مثلا، واسرته اتعاملت معامله حقق ما يتمناه. كل ده في الدنيا، في الاخره ما ينفعش. عمله حابط، نيته كانت ايه؟ لغير الله. خلي بالك، انتبه يا اخي، خلي بالك، جوه منك صنم، نفسك صنم كبير، النفس الأمارة بالسوء، الهوى، عبادة الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أعظم إله يعبد تحت أديم السماء من دون الله الهوى. يوديك كده ويجيبك كده ويخليك تعمل أعمال ليست لله. خلي بالك، أي عمل تعمله، أي كلمة تقولها تبقى لله، لوجه الله، ابتغاء مرضات الله وابتغاء ما عند الله، مش لنفسك، لا لمجد ولا لمغنم ولا لمكسب ولا لمنزلة ولا لمدح ولا لثناء ولا لجاه ولا حي خالص، مش حي خالص. امال عايز ايه؟ عايز ربنا يرضى عني، عايز ربنا يتقبل مني. اللي بعمله وبقوله وبتحركه ده لله، مش لنفسي، مش لدنيا، مش لجاه، مش لشهرة، مش لحاجة خالص. الإخلاص عزيز، صعب. لذلك سيدنا أبو هريرة وهو بيحكي الحديث أغمى عليه، يا التلاتة دول. وبعدين شفي بن ماتع بعد ما قعد في المدينة رحل هنا وهناك وراح الشام، وصل الشام ودخل على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. وبعدين معاوية برضه يطلب منه نصيحة وتذكرة وكده، يقول له بس أقول لك حديث سمعته من أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لمعاوية نفس الحديث، هو الحديث. فبكى معاوية بكاء حتى ظنوا أنه هالك، هيموت من كتر البكاء. القلوب الرقيقة دي، قلوب الرقيقة دول الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. بكى معاوية حتى ظنوا أنه هالك، حتى قالوا لقد جاء هذا الرجل بشر. الرجل دخل عليك وكلمك ده جاي بشر، كان حيموتك. لما أفاق معاوية مسح وجهه وقال صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. بكى معاوية وقال الآية دي فعلا تنطبق على هذا الحديث. ومن جاءوا فيه ومن ذكروا فيه الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا، في واحد أو ناس ممكن يبقى عايز عالم الأضواء، يعمل إيه؟ أي سبب يوصله لعالم الشهرة هيركبه، سبب ديني، سبب دنيوي، المهم يبقى كبير، المهم يبقى عالي، المهم يبقى مقدم، المهم يبقى قدام الناس. الدنيا، نية الدنيا، طلب الدنيا، حب الدنيا، الحرص على الدنيا، وأخص منها الشهرة. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والعلن، وارزقنا الإخلاص
في القول والعمل. اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، بعض الناس لما يعمل عمل ممكن نيته ما تبقاش لنفسه، إنما برضه بيعمل العمل عشان غيره يرضى عنه. تاني، في واحد بيعمل العمل علشان نفسه، منزلة له هو شخصية، يحقق ذاته، يشبع رغباته هو ذات نفسه، نفسه طواقة عايزة حاجة عالية. هو أحيانا ما بيعملش لنفسه، يعمل لغيره، يعمل عمل صالح بس نيته يتقرب به إلى الناس، رئيسه، مديره، المسؤول عنه، موجهه، وغير ذلك. عمل من أعمال البر والخير بس يعمله علشان حد تاني مش لنفسه هو، برضه عمله حابط في النار يوم القيامة. روى النسائي بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الرجل يوم القيامة آخذا بيد الرجل فيقول: يا رب هذا قتلني. فيقول الله له: لما قتلته؟ فيقول: يا رب لتكون العزة لك. فيقول الله: فإنها لي. ويأتي الرجل آخذا بيد الرجل، ده واحد تاني، فيقول: يا رب هذا قتلني. فيقول الله له: لما قتلته؟ فيقول: حتى تكون العزة لفلان. قتلت ده عشان العزة تبقى لفلان الفلاني. فيقول الله له: فإنها ليست له، إن العزة لي. بؤ بإثمه فيلقى في النار، في رواية فيهوي بها 70 خريفا. قتل واحد حتى تكون العزة لفلان، السلطة لفلان، والملك لفلان الفلاني. قتل واحد بريء ليه؟ إيه نيته؟ حتى تكون العزة لفلان أو السلطة أو الملك أو غير ذلك لفلان الفلاني. قتلته ليه؟ نيتك ايه؟ عشان فلان في النار، في النار يهوي بيها في النار. ما ينفعش الا العمل اللي اتعمل لوجه الله، لوجه الله. زي الرجل الاولاني يقول: يا ربي قتلت لتكون العزة لك، نصرة لدينك، غضبا لدينك، كما أمرت وحكمت. ده خلاص يعدي. إنما اللي له نية أخرى هالك، ضائع في النار. النوايا، النوايا. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في صحيح البخاري، عن الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال النبي: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الرجل يقاتل شجاعة، ده مش في سبيل الله. حمية، غضبا لقومه أو عشيرته أو أقاربه، مش في سبيل الله. يقاتل رياء، مش في سبيل الله. أمال مين في سبيل الله؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، نيته وجه الله، رضا الله،
ما عند الله نيته رب العالمين بس مش متعكرة مش مختلطة بنوايا أخرى. برضو سيدنا موسى الأشعري بيقول قيل للنبي صلى الله عليه وسلم رجل عربي سأل النبي قال يا رسول الله أرأيت رجلا غزا ده واحد راح الجهاد بالفعل أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ده واحد راح يحارب طالب الأجر من الله وطالب الذكر بين الناس طالب الاثنين قال النبي لا شيء له ملوش أجر نجمع بين النيتين يلتمس الأجر من الله والذكر بين الناس لله والغير الله في نفس العمل قال النبي لا شيء لا ملوش حاجة ملوش أجر ولا ثواب ولا حسنات ملوش حاجة خالص الرجل يقولها للنبي تاني والنبي يقول له لا شيء لا والرجل يسألها تالت والنبي يقول له لا شيء لا والنبي يقول له في الآخر إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه الخالص مش معكر مش مخلوط ما فيهوش نوايا أخرى علشان الذكر عشان الناس عشان الشهرة علشان الدنيا لا لما يكون عمل خالص لله وابتغي به وجه الله ده اللي ربنا يقبله الحديث له روايات اخرى واحد قال للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل للذكر ويقاتل للحمد ويقاتل للمغنم ويقاتل ليرى مكانه اي ذلك في سبيل الله واحد بيقاتل علشان الذكر الناس يتكلموا عنه ويقاتل للحمد عشان الناس يشكروه ويقاتل للمغنم عشان يحقق لنفسه شخص وحاجة ويقاتل ليرى مكانه عشان الناس يشوفوه واحد بيقاتل عشان الناس يتكلموا عنه حتى لو ما شافوهوش بس هيتكلموا عنه بعدين واحد بيقاتل ليحمد عشان الناس يقولوا شكرا واحد بيقاتل عشان مغنم واحد بيقاتل عشان الناس يشوفوه ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله نيته الله الناس يذكر لا يحمد لا زي ما ربنا قال عن أهل الإيمان إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ولا حتى كلمة شكرا عايزينها مش مستنيينها مش عايزين حاجة من الناس لا كلمة حلوة ولا مدح ولا شكر ولا مجزية ولا حاجة خالص إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور لما تعمل أي حاجة في الدنيا تبقى لوجه الله لله لا لنفسك ولا حد قريبك ولا لعيلتك ولا لأهل وطنك ولا لزمايلك ولا لزوجتك ولا لأولادك كل حاجة لله خالصة لله لوجه الله ابتغاء مرضات الله وابتغاء وجه الله ده العمل اللي ربنا يقبله رضي الله عن أبي هريرة الصحابي المظلوم كل المنافقين يشتموا في أبو هريرة ويسبوه ويهاجموه إلى يومنا هذا بيتكلموا عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه الصحابي المظلوم ده كان خاشي خائف من الله عنده رق القلب عنده بكاء خايف ده سيدنا أبو هريرة رقيق القلب في المسجد بيروي الأحاديث ويخاف حتى لما افتكر الحديث بكى وأغمي عليه أغشي عليه أبو هريرة الصحابي المفترى عليه رضي الله عنه وارضاه الصحابي المظلوم ده سيدنا أبو هريرة وزيه مين في نفس الحديث سيدنا معاوية نفس الموضوع حتى عندنا الشيوخ
الشيوخ الكبار عندنا سيبوا في سيدنا معاوية بيهاجموه. سيدنا معاوية أو بعض الشيوخ، مش بعض الشيوخ كلموا عن سيدنا معاوية ويهاجموه ويسبوه، ورقيق سمع الحديث بكى لحد ما كاد أن يهلك، لحد ما قال له قد جاء هذا الرجل بشر. دول الصحابة الكرام اللي الناس مش عارفة قيمتهم ولا منزلتهم، لابد أن ندافع عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فقهاء. وسيدنا معاوية لما يسمع الحديث يقول صدق الله ويجيب الآية الموافقة للحديث. فقهاء علماء، ده سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ده سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أخيرا، واحد عايز يوصل للشهرة يعمل ايه؟ يطلع فنان، يروح يغني وهو مش عايز اقول، يعمل له فرقة ويعمل له تسريحة ويتكلم بطريقة ويعمل له تقليعة ويعمل له موضة ويعمل له معرفش ايه ويروح يغني. ليه؟ عايز الشهرة، عايز الأضواء، أو يروح يمثل. أو واحد تاني عايز الشهرة برضه بس ما بيعرفش يغني، يعمل ايه؟ هيروح يلعب كورة عشان يبقى لعيب عالمي ولا دولي. هي عالم الشهرة، عالم الأضواء، عالم النجومية. عايز تطلع ايه يا ابني؟ تسأل الولد يجيب لك نجم عالمي، عايز ابقى فلان. هو اتربى على كده، هو نشأ على كده، عالم الشهرة في دماغه. عايز يبقى ممثل عالمي او لاعب عالمي او مغني عالمي او مشهور من المشاهير، عالم الاضواء، عالم الشهرة. ولو ما جاش معاه كل دول هيروح برضه لمجال تاني يبقى قدام، مش عايز اقول اكتر من كده، هيبقى قدام. الناس بتدور على الشهرة بطرق عجيبة وغريبة. ولا يعلم النوايا إلا الله. الناس ما تعرفش هيوصل عند الناس، هيبقى مشهور وهيبقى نجم وعالم الأضواء وتسلط، هيحقق أمنيته وأحلامه، هيوصل. لأن ربنا قال من كان يريد حرث الدنيا نزد له في حرث. اللي عايز الدنيا هياخدها، ربنا هيسهلها له، بس في الآخرة ضايع. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. ده هياخد وده هياخد، بس واحد عايز دنيا بس هيضيع في الآخرة، واحد عايز آخرة. صدق الله، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أخي الحبيب، إياك والدنيا، عليك بالإخلاص. فتش أقوالك، أفعالك، مواقفك، والمواقف كتيرة جدا، أحداث كل يوم بنتكلم. لو تبغي وجه الله فائز إن شاء الله، القبول على الله. لو نيتك لحاجة تانية إلا وجه الله فهذا العمل حابط. نعوذ بالله من الخسران، ونعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من الحرمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، أولها وآخرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اجعلنا خالصين مخلصين مخلصين لك يا رب العالمين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم تولى أمورنا في الدنيا والآخرة. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت بها علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا،
تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين. يا ولي الإسلام وأهله مسكنا الإسلام حتى نلقاك، يا ولي الإسلام وأهله مسكنا الإسلام حتى نلقاك. يا رب لا تفضحنا في الدنيا ولا في الآخرة، يا رب لا تفضحنا في الدنيا ولا في الآخرة، يا رب استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم سهل حسابنا، اللهم سهل حسابنا، وسهل سؤالنا، وعجل على الصراط مرورنا، واجعلنا للجنة مع أول الداخلين. اللهم اجعلنا للجنة مع أول الداخلين. اللهم حرم وجوهنا على النار، وحرم رقابنا على النار، وحرم أبداننا على النار. اللهم ارزقنا هيبتك وإجلالك وتعظيمك وخشيتك والخوف منك ومحبتك. اللهم ارزقنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم طهرنا ظاهرا وباطنا، اللهم طهرنا ظاهرا وباطنا، اللهم طهرنا ظاهرا وباطنا، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. واغفر لوالدينا ولآباء المسلمين وأمهات المسلمين. اللهم بارك لنا في أزواجنا وفي ذرياتنا وفي أموالنا وفي أوقاتنا. اللهم انصرنا بالإسلام وانصر بنا الإسلام، وأعزنا بالإسلام وأعز بنا الإسلام. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في الشام وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم مكن لعبادك الصالحين. اللهم عليك بالمنافقين، اللهم اكبت المنافقين واخزي المنافقين. اللهم لا تحقق آمالهم، اللهم اخزهم واكبتهم يا رب العالمين. اللهم افتح قلوب الناس للحق والإيمان، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.